أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج فحصين الكتل. وصلنا في دراساتنا لسفر العدد، وفي هذا السفر الجميل نرى المسيح في جوانب رمزية عدة. نرى المسيح في حياته وتكريسه كما يظهر في شريعة النذير. نرى أيضا المسيح في موته معلقا على عود الصليب كما يتضح في الحية النحاسية. كما نرى المسيح في قيامته كما يبين لنا في عصا هارون التي أفرخت. أدعوك عزيزي المشاهد أن تستمتع بدراسة هذا السفر الغني. فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم: اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي والشعب الساكن فيها، أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم ردية، وما هي المدن التي هو ساكن فيها، أمخيمات أم حصون، وكيف هي الأرض، أسمينة أم هزيلة، أفيها شجر أم لا، وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فكانت أيام باكورات العنب. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حمام. صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وأما حبرون فبنيت قبل صوع مصر بسبع سنين. وأتوا إلى وادي أشكول وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين، فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك. ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوما. فساروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش، وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض. وأخبروه وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها، غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، والمدن حصينة عظيمة جدا، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. فصح 13 و14 من سفر العدد، الروح القدس بيستعرض مزيد من الفشل في الشهادة ومزيد من الفشل الجماعي للشعب كله. الشعب وصل إلى مشارف أرض الموعد، وكان الرب عطاهم وصف لأرض الموعد اللي هو حيدخلها لهم بصفة خاصة في تثنية 8. قال لهم المميزات بتاعت الأرض دي، وقال لهم: أنا حدخلها لكم، أنا أخرجتكم من أرض مصر وأنا حدخلها لكم. وإيه اللي يمنع الرب أنه يتمم ما وعد به؟ الرب ليس إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي. ومفيش حاجة تعطله، لأنه كلية السلطان، مفيش مشكلة هتعطل مقاصده. لكن للأسف الشعب أظهر عدم الإيمان، وفكرة ذهاب جواسيس لتجسس الأرض بحسب تثنية 1 لم تنبع من الرب، ده هم اللي طلبوا، قالوا عايزين نتجسس. وفي حزقيال 20 الرب بيعاتب شعبه ويقول لهم: أنتوا طلبتوا أنكم تتجسسوا الأرض وأنا كنت تجسستها لكم، تجسستها لكم يعني أعطت لكم الأوصاف بتاعتها. وهم طلبوا، فالرب قال: خلوا ابعتوا واحد من كل سبط، بعتوا 12 واحد، واحد عن كل سبط. والمناسبة دي يشوع اللي لغاية هذه اللحظة كان خادم لموسى وكان غلام موسى يوصف بهذا الوصف، أول مرة يظهر في خدمة علنية ويختار علشان يبقى واحد من الجواسيس الـ 12. تغير اسمه بهذه المناسبة من هوشع إلى
يشوع، تغير اسمه من خلاص يهوى إلى يهوى المخلص. فالنظرة هنا مش إن الرب يتدخل في حل مشكلة، لكن النظرة هنا بقت إن إحنا عايزين الرب نفسه يتدخل في الأمر. راحوا اتجسسوا الأرض لمدة 40 يوم، 40 يوم فترة امتحان كامل. بعد الأربعين يوم رجعوا بالتقرير المتفقين عليه الاثناشر، إن الأرض جيدة جدا وأرض جميلة زي ما الرب قال. طب أيوة زي ما الرب قال، هو أنتوا كنتوا متوقعين إن تلاقوا حاجة غير اللي الرب قالها؟ آه، إيه المشكلة؟ قال المشكلة عندنا مشكلتين، إن المدن حصينة وإن العمالقة هناك أو العناقيون هناك جبابرة، وإحنا كنا كالجراد في أعينهم وكنا كالجراد في أعين أنفسنا. فالمشكلة المدن محصنة والعمالقة هناك. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة عندكم أنتوا، لكن إيه المشكلة عند ربنا؟ إيه المشكلة عند الرب إيه؟ إيه المشكلة؟ عدم الإيمان. قالوا لا، إحنا مش هنقدر ندخلها، فإحنا يا ريتنا كنا رجعنا إلى مصر، إحنا نرجع لمصر. أظهروا عدم الإيمان. عدم الإيمان يهين الله، وزي ما قال واحد، الإيمان يمجد الله وحسب إيمانك يكون لك، وحسب عدم إيمانك يكون لك. يشوع وكالب قالوا نقدر ندخل حسب إيمانك يا يشوع، أنت وكالب تدخله، وهم قالوا حنموت يبقى حسب عدم إيمانكم حيكون، ماتوا في البرية. وقالوا لا خلاص أنت زعلت مننا نروح، قال لهم لا ارجعوا، لا حنروح. طلعوا عشان يدخلوا، حصلت لهم هزيمة صعبة والرب رجع بيهم، وكل الشعب اللي أشعوا مذمة الأرض كله مات في البرية بسبب خطية عدم الإيمان. يعني نقدر نقول أخ فايز إن الفريقين اللي راحوا 12 رجعوا زي ما حضرتك أشرت منقسمين لفريقين، فريق من 10 ظهر فيهم عدم الإيمان، وفريق من 2 يشوع وكالب ظهر فيهم الإيمان. ولو حبينا ندي بعض المفارقات بين عدم الإيمان والإيمان، أوجز في مفارقتين. المفارقة الأولى أقدر أقول إني عدم الإيمان ينظر للصعوبات ويتجاهل الله تماما. يعني العشرة يدوب شافوا المدن المحصنة إلى السماء وسكان الأرض الأقوياء، طب وإله إسرائيل اللي يمينه معتزة بالقوة اللي شق البحر واللي عمل معكم عجائب هذا عددها، تجاهلوه تماما. لكن في حين الإيمان يرى الصعوبات من خلال الله، علشان كده لغة يشوع وكالب قالوا نحن قادرون، مش لأن احنا أقوياء، لا نحن قادرون لأن الرب معنا. الحاجة الثانية أن عدم الإيمان يهلك أصحابه. يعني شوف الجواسيس العشرة ماتهم الرب في الحال بالوباء، لكن الإيمان يكرم، فالرب أكرم بالفعل يشوع وكالب أن هما الاثنين من هذا الجيل، جيل الأباء، هما الوحيدين اللي دخلهم الأرض الموعود به. الإيمان ليه دور كبير جدا في مواجهة الصعوبات. يعني كان في عمالقة هناك، كان في بني عناق، لكن الإيمان يشوف الحاجات العملاقة كأنها قزم. يعني دائما بنقول إن الإيمان يقزم العملاق في مواجهات وفي مشكلات وفي أعداء، بس مين قالك إن دول قصاد ربنا يكونوا يعني جبال تعوقك عن التقدم؟ خلينا أقول إن الإيمان دايما يخلي الجبل الكبير جدا أمام الله يصير سهلا، وده بحسب كلام كالب هنا لما بيقول نحن قادرون عليها. بأي قدرات؟ إيه القدرات اللي عندك؟ هو الحقيقة الإيمان قدر يشوف كالب من خلال الإيمان قدرة الله في مواجهة هذه القوات اللي شافها على الأرض. فالإيمان بيخلي العملاق قزم. أفتكر نفس الإيمان ده اللي ظهر في حياة داود وهو بيواجه جوليات. جوليات مو كان يعني جوليات برضو ضخم، بس حتى جوليات بيقول عن نفسه لما لقى داود جاي له علشان يتقدم إليه بعصا، قال له هو أنا كلب جاي لي بعصا؟ قال له لا، أنت مش كلب، أنت أقل من كلب كمان، أنت صغير. يحبسك الرب اليوم في يدي. هو إيه اللي بيتحبس في الإيد، الكلب ولا أقل من الكلب؟ فداود شاف داود شاف جوليات باعتباره أنه أصغر من كلب، كأنه برغوت في إيده هيتحبس أو عصفور في إيده. الإيمان يشوف جوليات الكبير أو يشوف بني عناق، لا صغيرين يتاخدوا في الإيد، نحن قادرون عليها. عدم الإيمان بقى يعملق القزمة، تبقى المشكلة يعني ما تحتاجش من الرب غير نفخة، بس عدم الإيمان يكبرها ويعوقك عن التقدم. فإحنا لازم نحدد هنعيش مع الرب بالإيمان ولا بالعيان. الإيمان بيعمل معجزات، يستدعي ذراع الله القديرة للمشهد. كان المتوقع أن هم لما راحوا شافوا الأرض زي ما الرب قال لهم عليها تشجع إيمانهم، لأنه قال
هو قال وادي شكل الأرض وقال أنا أعتذر للأمم أمامكم، بس عدم الإيمان يتلمس الأعذار لألا نؤمن. يعني هم راح شاف المشكلة، أدي الأرض وأدي اللبن والعسل وأدي كل حاجة، لا غير أن عارف لما نقولك بس طب ما رب مثلا قال لنا على الأيام اللي احنا فيها ديت الحياة رغم أن هي أيام سودة بس تشجع الإيمان، لأنه هو قال سبق وقال، ليه نقعد نقول لها بس ونطلع لها أعذار تخلي عدم إيماننا هو اللي يشتغل مش إيماننا؟ كل واحد فينا عنده خليط من الإيمان وعدم الإيمان، زي اللي قال أؤمن فأعن عدم إيماني، أنا عندي الخليط دوت. لا، فلتكن طلبتنا كما قالها، أؤمن فأعن عدم إيماني، أؤمن بأني شفت شخص يقدر يعمل كده، بأن في وعود فعلا بتحقق وتتم، لكن ما تركش منطقي وعقلي يبعدني عن الإيمان بتاعي. يبقى الثمر اللي جابوه من أرض كنعان عن عود العنب الكبير ده اللي بيتشلل شايلينه اتنين من الدجرانة، والشيء من التين والرمان عينة لثمر أرض كنعان. وفي الحقيقة نقدر نشوف من هذا جانب جميل لما يحدث معنا أيضا في رحلة البرية، إن بين الحين والآخر الروح القدس يدوقنا أفراح واختبارات السماء، زي ما قال المرنم في واحدة من الترنيمات الجميلة: ونعرفه شيئا هنا من فرح السماء. طب يحصل فعلا، وتلاقي القلب فاض ونقول فالاجتماع هكذا يشبه أيام السماء. بس المشكلة بقى أن احنا نشوف ده وما نصدقش. ده بيحصل معنا إزاي؟ بنشوف ده في اجتماعاتنا حوالين الرب، ونخرج برا لما نواجه العالم بمشاكله الدنيا تبقى مختلفة. الآية 22 من أصحاح 13 بتتكلم عن حبرون، وبيقول: أما حبرون فبنيت قبل صوعاً مصر بسبع سنين. صوعاً عاصمة من عواصم مصر الفرعونية القديمة، ومصر بتتكلم عن العالم بكل ما يمكن أن يقدمه العالم. والعالم زي ما بلغة العهد الجديد، إيه اللي في العالم؟ يعني شهوة الجسد، شهوة عيون، تعظم معيشة، والعالم يمضي وشهواته. إنما حبرون بتكلمنا أول مرة ذكرت فيها حبرون في أصحاح 13 لما لوط نقل خيامه وسكن في سدوم، أما إبراهيم فنقل خيامه وسكن عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وهناك بنى مذبح. بلوطات ممرة بتتكلم عن الدسم، دسم الشركة والعلاقة الحية. هناك الرب جاله في أصحاح 18 ويعني متعه بشركة، ومتعه أنه قاعد على مائدته، ويعني تمتع إبرام بإكرام الرب يسوع المسيح. يا للحظوة، يا للكرامة. حبرون بتتكلم عن البركات الروحية، بركات الشركة مع الرب نفسه. وحبرون أسبق في فكر الرب من مصر، عشان كده البركات اللي الرب أعدها بالنعمة للمؤمنين أسبق بما لا يقاس، من بعد تأسيس العالم، لكن من قبل تأسيس العالم، من قبل الأزل، في الأزمنة الأزلية، يعني في الأزل قبل الزمان كان الرب في فكره بعض البركات الروحية اللي بتتكلم عنها، زي ما حضرتك بتقول العربون بتاعها، بس كان الفاكهة عنقود العنب اللي بيتكلم عن الفرح، شالوه اتنين بيتكلم ده الثمر، ده العربون بس، ده هناك جابه لهم عشان يدوقه هناك كتير من ده، دي بس عينة عشان تطمنوا ان هناك كتير قوي، لكن للأسف هم ما كانش في مخهم يدوقوا ولا يستمتعوا ولا يفكروا ولا يحلموا ولا يقعدوا يفكروا في اللي ينتظرهم، كانوا مشغولين بالمشاكل اللي تقابل. يعني حبرون وكنعان نقدر نشوف فيها دائرة السماويات، ولا واحد فينا كراه علشان يعرف طبيعة الجو هناك إيه، لكن بعدما مات المسيح وقام وصعد إلى السماء جن عنقود العنب. نقدر نشوف عنقود العنب مجيء الروح القدس يوم 50 اللي قدر ينقل لنا السماء لقلبنا، اللي قال عنه المسيح: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. اللي أنشأ الفرح في قلوبنا، عرفنا ندوق السماء وإحنا لسه على الأرض. وزي ما العنقود كان جاي وشايلينه اتنين، ورقم اتنين دايما في الكتاب يكلمنا عن الشهادة وتأكيد الحدث نفسه، فلما نزل الروح القدس يوم 50 كان في شهادة مزدوجة، كان في ألسنة منقسمة كأنها من نار، وكان في موهبة الألسنة علامة على إنه في ضيف إلهي أو أقنوم إلهي وصل إلى هذا العالم، ومن يومها الروح القدس ساكن في الكنيسة وبيدوق الكنيسة طعم كنعان السماوي. العبد لما راح لرفقة فأنخ الجمال وقدم لها بعض الهدايا عند عين الماء، ولما دخل عندهم البيت قدم بعض الهدايا، عطى خزامة من ذهب، سوارين من ذهب، وبعدين في البيت عطى أنية من فضة، أنية من ذهب وثياب. الهدايا محملة على 10 جمال. إيه ده؟
العربون. لا يا بنتي ده العربون، انت لسه شفتي حاجة، ده العربون بس، دي عينة بس من غنى إسحاق. ده انت لما هتروحي معايا هتتمتعي بكل غنى إسحاق. واحنا الأفراح اللي بنتمتع بيها دلوقتي الروح القدس عندما يأخذ مما للمسيح ويخبرنا، وبنفرح بفرح قال عنه الرسول بطرس فرح لا ينطق به ومجيد. أما الأفراح دي واحنا لسه هنا في العالم وفي الجسد اللي بيتعبنا أحيانا، أمال لما نبقى في الأجساد الممجدة، أمال لما نبقى ينتفي العالم، لما في نبقى في مكان مفهوش لحزن ولا ألم ولا جسد ولا عالم ولا شيطان، هتبقى شكل إيه؟ يقول لسه أنتوا دي حاجات عمركم ما هتتخيلوا، أنتوا بس بتتمتعوا بعنقود العنب، إنما ثمر الأرض الشهية لسه لما توصلوا إلى بيت الآب. أسوأ للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا أنهارها تفيد من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة متضعف وأكتر تدينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى وانتوب وتعالج أراضينا، عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، اظهر في سلوكنا وغيرنا. وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى. فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتضمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف؟ تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيابهما، وكلما كل جماعة بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسل. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، لأنهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا، لا تخافوهم. ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل، وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض:
الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب، الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد، يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا: الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي، فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر سوف. الصحة 14 نقدر نديله عنوان حماقة الشعب وعظمة موسى. من جانب نشوف حماقة الشعب اللي الرب اعتبر ان احتقارهم للأرض احتقار لي شخصيا. وضح في الحقيقة حماقة هذا الشعب بني إسرائيل في أكتر من حاجة في الصحة 14. لما الجواسيس 10 جم وقالوا من الكلام اللي ملوش لازمة وسد النفس، إن المدن محصنة إلى السماء وسكان الأرض أقوياء وإحنا مش هنقدر وصرنا كالجراد في أعيننا إلى آخره، شوف بقى رد فعل بني إسرائيل. يقول الكتاب أول حاجة: صرخت كل الجماعة وبكى كل الشعب تلك الليلة. الحاجة الثانية: تذمروا على موسى وعلى هارون. الحاجة الثالثة: قالوا نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. الحاجة الرابعة: لما يشوع وكالب قالوا كلام غير كده وهي لغة الإيمان، هم خبزونا وإحنا قادرون على امتلاكها والرب يدفعهم ليدنا. بص رد الفعل بتاع بني إسرائيل إيه؟ مش يصدقوا كلام الإيمان، لا، ينساقوا وراء عدم الإيمان وقالوا برجم يشوع وكالب. التصرفات دي كلها بتعبر عن حماقة بني إسرائيل في تصديقهم لعدم الإيمان. لكن من الجانب الثاني بيلمع عظمة موسى هذا الرجل اللي هو أول من قيل عنه في كلمة الله رجل الله. تبان عظمة موسى في إيه؟ في أكتر من حاجة. الحاجة الأولى إن الرب بيقدم لموسى عرض مغري جدا، يقول له يعني كأني اسمح لي إن أنا أبيد هذا الشعب المتمرد وأنا أصيرك أنت يا موسى شعب كبير أكبر وأعظم منه. لكن موسى في الحقيقة لأنه لم يكن أبدا أنانيا، لم يفكر لنفسه أو في نفسه، لكن كان دايما رجل الله بمعنى الكلمة، رفض هذا الاقتراح المغري من الرب. وفي الحقيقة أنا ما أعتقدش أن الرب فعلا كان ناوي يعمل كده، بس حب يظهر على الملا قد ايه معدن موسى معدن راقي وجميل وهو قائد بمعنى الكلمة وشخص غير أناني. الحاجة التانية بقى اللي بتبين عظمة موسى فعلا أنه بيتشفع لأجل هذا الشعب، وهو يتشفع يقدم حيثيات ما أجملها. يعني شوف يا أخي عصام مثلا يقول للرب إيه، يقول له طيب ماشي حضرتك افترض أنك أنت بت هذا الشعب، الشعوب المحيطة تقول عنك إيه؟ أنك خرجتهم من أرض مصر ومش قادر أنك أنت تدخلهم للأرض الموعودة بها. الحاجة التانية بيخاطب الرب بناء على كلام الرب كان سابق قاله له وهو فهمه منه، أنت تعمل إزاي كده؟ مش معقول طبعا
من سبق وعرفتك أنك طويل الروح وكثير الرحمة والإحسان وأنت صاحب المغفرة، فأنت لما تبيدهم هذا لا يتوافق أبدا مع صفاتك باعتبارك طويل الروح وباعتبارك صاحب المغفرة وصاحب الصف. تأكيد عن الفكرة الأولى، فكرة حماقة هذا الشعب، الكلام اللي بيقولوا ليتنا متنا في أرض مصر أو في هذا القفر. طب لما هي موتة بموتة، على الأقل يكفيك شرف المحاولة، أو حاول أن لسه في احتمال أنك تعيش، ليه تفترضها بالمنظر دوت؟ طب الحل عندكم إيه؟ طب الحل عندنا نقوي روحنا مثلا، نحاول نعمل مش لا نرجع أرض مصر. ترجع فين؟ ترجع للذل، ترجع للعبودية، وترجع إزاي؟ ما أنت بعد كل السنين اللي أنت توتها دي ترجع إزاي؟ هذه هي الحماقة بعينها. الحاجة التانية أنه بالنسبة لموسى زي ما حضرتك قلت، روعة هذا الرجل أنه كان يعرف هذا الإله معرفة شخصية، وكل معرفنا الرب معرفة عن قرب شخصية هو مين بالضبط، وكل ما تكشف عن عيوننا هذا الأمر، كل ما عرفنا نتعامل معاه، كل ما طلعنا من المعاملة معاه معاملة ورا معاملة بنلمع أكتر من قبلها. عجبني جدا الحيثيات التي بنى عليها موسى شفاعته لأجل الشعب. هو فاهم يعني واقف قدام الرب لأجل هذا الشعب بناء على حيثيات ثابتة أمامه. لو شفنا في عدد 15 لما بيقول له فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر، يعني هيقولوا كلام غلط عليك، يعني هتنقص في نظرهم، يعني اسمك القدوس هيتهان قدامهم. الحيثية الأولى هو يعلم تماما كرامة اسم الرب، وغالي عليه جدا كرامة اسم الرب، إن اسم الرب يتهز في عينين الشعوب المحيطة بشعب إسرائيل. الحيثية الثانية وعد الرب للأباء، لما بيكمل كمان في عدد 16 بيقول لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر. طب حلف لهم إمتى؟ حلف للأباء، وحلف ليهم، حلف للأباء يوم اداله قسم أنه يديله هذه الأرض. فالحيثية الأولى كرامة اسم الرب، الحيثية الثانية وعد الرب الصادق للأباء ولا يمكن أن الرب يرجع فيما وعد به. الحيثية الثالثة عدل الرب لما بيقول عنه في عدد 17 فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، غفران الرب وطول روح الرب، وبعد كده عدل الرب لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. الفكرة الأساسية اللي منورة قدامي، موسى يفهم الله وعارف الله وعارف عدل الله وعارف وعود الله، بناء على هذه الحيثيات اقترب إلى الله. بتفكرني بخروج 32، نفس الموقف في مشكلة العجل الذهبي لما نزل موسى من على الجبل والرب قال له فسد شعبك واتركني وأنا حفنيهم وأصيرك شعب أعظم. الحيثية اللي بيستند عليها موسى في شفاعته زي ما الأخ عياد كان بيتكلم هي مش معتمدة على حيثية في الشعب، لكن هي معتمدة على حيثيات في الرب نفسه. فاتكلم عن نعمة الرب فقال له شعبي أنا، شعبك أنت، أنت شعبك أنت، أنت اللي ارتبطت بيه بنعمتك وبعدين أمانتك تجاه وعودك، أنت وعدته أنك أنت هتطلعهم وهتدخلهم، وبعدين كمان مجدك، مجدك يعني يهان لو ما دخلتهمش، الناس هتقول زي ما حضرتك قلت أن طلعتهم مش عارف تدخلهم، مجدك يهان، فالأمر متوقف عليه كده. وأفتكر أحد الأفاضل قال أن إبراهيم تشفع من أجل سدوم، بس شفاعته من أجل سدوم كانت متوقفة على وجود حاجة فيهم، هم يمكن فيهم 10، يمكن فيهم 30، يمكن فيهم 40، ما فهمش حاجة فالشفاعة فشلت. إنما شفاعة موسى من أجل الشعب مش متوقفة على حاجة في الشعب، متوقفة على حاجة في الرب. هم وحشين، ماشي وحشين، وحشين قوي، بس أنت ومجدك ونعمتك وكرامتك وأمانتك تجاه وعودك، عشان كده شفاعة موسى نجحت، شفاعة إبراهيم من أجل سدوم لم تنجح. عجبني كمان موقف يشوع وكالب، إذا كان موسى كان واخد موقف للشعب قدام الرب، فيشوع وكالب خدوا موقف للرب قدام الشعب، يقولوا لهم بمنتهى البساطة الأرض اللي مررنا فيها نتجسسها جيدة جدا جدا زي ما الرب قال، عايزين يقولوا لهم افتكروا هذا الكلام. والمشكلة إن سر ربنا الرب، المشكلة ما نزعلهوش، إن هو لما يبقى مسرور عنده استعداد يدخلنا هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا. إنما لا تتمردوا على الرب، الدفين اللي موجود في القلب عرفوا يشوفوه، ولا تخافوا من شعب الأرض. في مشكلتين، إن نتمرد على الرب ودي نمرة واحد، هي دي المشكلة،
تمردي على الرب يخليني أخاف من شعب الرب. طب وانتم قد زال عنهم ظلهم هم خبزنا، الرب معنا لا تخافوهم. بالرجوع إلى موسى أخو عصام، جميلة أول آية اللي قالها، بيقول الرب تعامل معهم كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هن. يعني كان بيقول لهم هدول جداد عليك، ما هدول يا ما تزمروا عليك وطنتهم معطينا عن أي كلام وانت عارفهم، فانت لو عملتهم بالاستحقاق فعلا يستحقوا أن تفنيهم، لكن تعامل معهم بعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا. وأعتقد هو معانا احنا برضو كده، أعتقد لو عملنا بالاستحقاق نستحق التأديب ونستحق يعني حاجات كتير قوي، لكن وعملنا دائما الرب النعمة ويحملنا ويتحملنا. البعض بيتساءل في عدد 20، فقال الرب قد صفحت حسب قولك، وبعدين كل الشعب اللي خرج من أرض مصر 600,000 رجل ماشي، كل هذا الشعب مات في البرية، فازاي صفح وازاي ماتوا في البرية؟ طبعا هو صفح على الأمة باعتبارها جماعة، فبدل ما يتراجع عن أنه يدخل الشعب كأمة إلى أرض الموعد، لا هيدخله. لكن هذا الجيل الذي أظهر عدم الأمانة وعدم الإيمان وأهان الرب بعدم الإيمان، لا كله هيتسقط جثثه في القفر. من كل الرجال اللي خرجوا من أرض مصر لم يدخل إلى أرض الموعد إلا رجلين، يشوع وكالب. البعض بيقول يشوع معناها يسوع، وده حقه، إذا كان يشوع رمز للرب يسوع المسيح ده من حقه يدخل، ده لكن معاه كالب. الكالب ليها معاني كتيرة، البعض بيقول كلب، البعض بيقول كلي القلب أو مكلب يعني متمسك، قابض أو قابض. فالمسيح يدخل ويدخل معاه كل من يتمسك به ويثق فيه ثقة كاملة. الرسول بولس في رسالة العبرانيين طبعا بيكتب للعبرانيين من خلفية يهودية، وبيسرد ليهم تاريخ الشعب القديم، وكل مرة بيسرد ليهم تاريخ الشعب القديم بيحذرهم اوعوا تعملوا زي الآباء ما عملوا. والحقيقة ذكر حاجة ولم يذكر شيء آخر، في عبرانيين 3 ذكر تاريخ الشعب في عدم إيمانه في البرية، وإزاي أنه هم يعني ضايقوا الرب وعدم إيمانهم ضايق الرب. فبالارتباط بالحادثة ديت يقول في عبرانيين 3 في عدد 17، ومن مقت 40 سنة أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يعني الكتاب سجل تاريخهم كله أنه تاريخ عدم إيمان وضايق الرب. لكن في أصح الإيمان العظيم أصح 11 في حاجة أسقطها، الأربعين سنة كلها أسقطها. لما في عدد 29 بيتكلم عن بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، وده أصح الإيمان، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. عدد 30 يقول بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. طب وفين الأربعين سنة؟ ما جاتش. سجل بقى الأربعين سنة فأصح 3 إن كلها كانت عدم إيمان. وفي أصح الإيمان أغفل الروح القدس ذكر الأربعين سنة. وأنا سؤالي لنفسي وللمشاهدين، يا ترى في السجلات في السماء كام يوم من أيام حياتنا مسجل عند الرب إنه أيام إيمان وسنوات إيمان ووضعنا ثقتنا في الرب؟ ولا هنطلع فوق الكتاب يتفر نلاقي ان احنا صفحات قليله كنا واثقين في الرب وطول حياتنا كان عندنا عدم ايمان وعدم ثقه في الرب؟ روعه كلمه الرب تبان في بعض الحاجات. في خروج 14 يقول دخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسه، ولم يذكر انهم خرجوا، هم طبعا خرجوا لكن لم يذكر انهم خرجوا، لكن يذكر انهم خرجوا في يشوع 4 خرجوا من نهر الأردن، وكأن هم دخلوا في البحر وخرجوا من نهر الأردن. وفترة الأربعين سنة وفترة البرية تم احتوائها ما بين الدخول والخروج، بالضبط زي صدف مكان وبات هناك وغابت الشمس يعقوب، وبعدين بعد في تكوين 32 واشرقت له الشمس، هي ما كانتش لا كأن شمس حياته غابت 20 سنة انتهت أشرقت له لما في فانوئيل. نفس الحكاية، هم دخلوا وخرجوا لما دخلوا أرض الموعد. جميل التقرير اللي يقوله الرب عن كالب، هو في الجزء ده كذا مرة يقول أما كالب ويشوع، عن كالب ويشوع، بس في عدد 24 وقف عند كالب كأنه عايز يحط خط تحتيه، لأنه عنده شوية حاجات جميلة قوي. أما عبدي كالب فمجل أجل أنه كانت معه روح أخرى،
روح أخرى، طريقة تفكير أخرى، روح الإيمان، روح الشجاعة، روح التمسك بوعود الرب. وقد اتبعني تماما. كيف نتبع الرب؟ بتصديقه، بالإيمان في شخصه وفي وعوده. هي دي تبعية الرب، مش بس أن نعمل حاجة معينة، لكن تبعية الرب بالنسبة للكلمة أنه هو تديك كلمة اللي تمسك بيها. هنا الرب قالها عنه، مرة تانية موسى قالها عنه، مرة تالتة هو قالها عن نفسه. من حقه يقول الكلام دوت بعد ما شهد عنه الرب وعنه موسى نفسه أنه اتبع الرب تماما. أنا يعني بقف قدام كلمة تماما، بقول دي تتقال إزاي؟ دي تتقال لما الرب يقولها أصدقها، أنه اتبع الرب ما كانش عنده شك لحظة في هذا الأمر. ادخلوا الأرض التي ذهب إليها وزرعوا يارس. عشان كده بعد سنين طويلة، هو عنده 85 سنة تقريبا، يجي يقول له أنا لسه قادر أمتلك الأرض. قادر يا عم؟ طب خلي ولادك، تقول حد من ولادي يروح. برزلاي جلعادي مرة قال خلي ولادي، ده ما قالش خلي ولادي، أنا لسه عندي استعداد، لأن الإيمان يخلي الحياة الروحية نضرة العمر كله. فرق كبير بين رجال الإيمان اللي ثابتين على مواقفهم وبين الشعب اللي شفنا حماقته، لكن هنشوف اندفاعه كمان. يعني موسى بيحذر الشعب إنه يصعد، لأن لو صعد هيكون في هزيمة ساحقة له. لكن رغم كده بتشوف عدد 42 قد هذا الشعب مندفع. يقول الكتاب هذه الكلمات، قال لهم موسى لا تصعدوا لأن الرب ليس في وسطكم لألا تنهزموا أمام أعدائكم، لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف. طبعا هم في تهور قالوا وإذا نحن نصعد إلى الموضع الذي قال الرب عنه فإننا قد أخطأنا. وكانت النتيجة لهذا الاندفاع أنهم فعلا انهزموا هزيمة ساحقة. عجيب أمر هذا الشعب فعلا، يعني من شوية قليلة قالوا نقيم علينا رئيسا ونرجع إلى مصر، وهنا في تهور الجسد البغيض يقولوا نروح ونحارب إحنا قد أخطأنا. بس كلها تصرفات جسدية تفرق فارق كبير عن رجال الإيمان اللي ثابتين على مواقف وليهم مبادئ يتمسكون بها. الرب يقول لهم لا تكونوا كبغل ولا كفرس، لا أن الواحد يقعد في مكانه من غير أمر الرب يرضيه، ولا أن الواحد يندفع من غير أمر الرب يرضيه. عدد 34 يقول كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما للسنة يوم تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. يعني ذهابهم اللي تجسس الأرض 40 يوم بس، الحصاد كتير جدا جدا جدا. وده بيحطني قدام مبدأ كتابي الزرع والحصاد، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن الأربعين يوم ده عدم إيمان. ولا تتوقع أن الأربعين يوم هتحصد بيها 40 يوم، لكن حصدت فيها 40 سنة ذل وغربة وسقطت جثثهم في القفر. الدرس ليا، علينا أن نثق في الله. الثقة في الله والإيمان في الله حتما سيحصد مكافآت، لكن عدم الإيمان توابع وحشة جدا جدا. الحاجة الثانية أنه الحقيقة الأصح ده بيحطينا قدام تحذير شديد اللهجة من تصريحاتنا. يعني العشرة اللي رجعوا عشرة تكلموا، لكن بقى فيه عدوى من الإحباط وعدم الإيمان انتشرت في كل الجماعة، وبقى عندي رأي عام ضد الرب وضد موسى وضد الجاسوسين اللي رجعوا عندهم إيمان. فأنا عايز أقول دايما تصريحاتنا الإيجابية والثقة في أمور الله ومواعيد الرب بتنقل تشجيع لإخوتنا، لكن الشكوى والتذمر والأنين برضو معدي، بينقل الإحباط لإخوتنا. فعلينا دايما ان احنا نحسن استخدام الالفاظ اللي بتعظم الرب. يعجبني جدا ان انا دايما اردد صلاح الرب في كل الظروف والشكر في كل الظروف. اساف لما بيقول لو قلت احدث بهذا الشك اللي كان جوايا في صلاح الله لغدرت بجيل بني. يعني ممكن تصريحه يودي جيل كله في داهيه، واحنا تصريحاتنا ثقتنا في الرب هتشجع، احباطاتنا ممكن توصل احباط للاخرين. هي كمان نفس الفكره نشوفها في داود وشاول الملك. داود اجتمع إليه كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من كان عليه دين فكان عليهم رئيسا. العمل وداود يعني صدر لهم أشاع حواليهم روح الشجاعة والقوة والإيمان. فالأعمال التي عملها داود عملوها هم أيضا وعملوا أعظم منه بإيحاء نفس واحدة اللي هو داود. اللي تابعوا شاور يقول انه كان كلما راى جبار باس ضمه اليه. طب جباره الباس لما تلموا عليك يا عم شاور، الجميع تبعوه مرتعين لان هو كان خواف وجبان وعدم اظهر عدم الايمان، فالذين التصقوا به اظهروا عدم الايمان والرعب والخوف، استخبوا زي ما هو
مستخبي. أحب أقول الملاحظة بتظهر روعة كلمة الله. في عدد 34 الأيام التي تجسسوا فيها الأرض 40 يوم، وفترة 40 يوم هي فترة امتحان كامل، يعني الامتحان الكامل أحط الرب كان بيحط الإنسان تحت الامتحان 40 يوم أو 40 سنة أو 40 قرنا من الزمان، لكن بصفة خاصة 40 يوم العبارة دي تكررت 12 مرة في الكتاب المقدس، مع أنها يعني اللي كتبه 12 رقم مهم جدا، 3 في 4 كمال معاملات الله مع الإنسان لكي يتبرهن حاجتين، فشل الإنسان لكن في نفس الوقت يتبرهن أمانة الله، أذلك وأجاعك لكي يعلمك ما في قلبك، بس في نفس الوقت لكي يعلمك يعرفك إجادة الرب، جود الرب. فلما نشوف ال 12 مرة اللي جاء فيهم ذكر الأربعين يوم، نلاقي أول مرتين بالارتباط بنوح والطوفان، آخر مرتين مرتبطين بالرب يسوع المسيح. 40 يوم يجرف البرية لكي يتبرهن كماله المطلق، و40 يوم بعد القيامة لكي يتبرهن كمال عمله ويظهر نفسه طوال 40 يوم لأمنه بشخص، وبعدين مرتين بالارتباط بموسى، يبقى 2 بالارتباط بنوح، 2 مرتبطين بالرب يسوع المسيح، 2 مرتبطين بموسى، 6 مرات. وبعدين نلاقي 40 يوم المناحة العظيمة اللي اتعملت لأجل يعقوب في مصر، وبعدين 40 يوم داود وجلياط يعير الشعب 40 يوم يتبرهن فشل الإنسان وفشل الشعب كله مستخبين، لغاية ما جه داود عشان يحل المشكلة. هنا يشوع وكالب تجسسوا الأرض تبرهن إيمانهم بعد 40 يوم، إيليا 40 يوم، حزقيال 40 يوم، في حزقيال 4 يحمل اسم يهوذا على جنبه اليمين وينام على جنبه 40 يوم، وكمان يونان 40 يوم يتبرهن مشاعره ونجاح إرسالته بالرغم من فشله هو شخصيا. عدد 10 بشوف فيه كمان فكرة جميلة جدا، شوف يقول لي في عدد 10، طبعا بنشوف الحماقة والتهور من الشعب، ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. بس شوف في وسط هذا الجو الملبد بالغيوم قد الرب يكرم الإيمان ويشجع الإيمان. وبعدها على طول يقول ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. أتعلم منها درس إن مهما كان كم المحبطات اللي حوالينا، لكن يوجد هناك تشجيعات اللي هي للمؤمن المتمسك. أمسك الخيط من الأخ الدكتور فايز. في الأربعين يوم حضرتك أشرت الأربعين يوم اللي كان فيها المسيح ليه كل المجد في البرية يجرب، في برية لكن ثبتت كل مؤهلات يكون الإنسان الكامل، ثبتت براءته وبره وكماله كمان نسوته، على عكس تماما الشعب في البرية. لأن الحقيقة إنجيل متى كمان بياخد ذهني على المسيح الإنسان الكامل بالمبينة مع إسرائيل، فزي ما إسرائيل نزل إلى مصر وطلع من مصر، المسيح نزل إلى مصر وتم في قول الكتاب من مصر دعوته ابني، وزي ما إسرائيل وهو طلع من مصر كأمة اعتمد لموسى في السحابة، المسيح ذهب لكي يعتمد من يوحنا، وزي ما إسرائيل مر في البرية وجربه، هو نفسه جربه الأول وسقط لأن الشيطان استغله وسقطت جثثهم في القفر وبأكثرهم لم يصر الله، المسيح له كل المجد في البرية 40 يوم تبرهن أنه إنسان كامل، رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، ما فيهوش أي شيء الشيطان ممكن يستغله علشان يسقطه مطلقا، عكس تماما إسرائيل. والوحيد اللي سمع العبارة ديت واستحق العبارة ديت أن تبني الحبيب بك سررت، الشعب كله بأكثرهم لم يصر الله، المسيح هو الإنسان الكامل اللي حصل على سرور الله الآب. كمان بتعلم من كالب ويشوع صبر الرجاء، يعني هو تاهوا مع التيهين فترة طويلة، طب ذنبهم إيه؟ طب دخلهم يا رب والباقيين مع السلامة، دخلهم يستريحوا، لكن هم طافوا مع الشعب، تاهوا مع الشعب. تسألهم ليه؟ يقول إحنا منتظرين الرب، إحنا الصبر والتسليم بصبر وتسليم للرب لغاية ما يتمم الوعد. والمؤمنين كتير احنا موعودين بوعد ان احنا هندخل مش ارض تفيض لبن وعسل، هندخل بيت الاب. طب فين؟ يعني طولت علينا يا رب، معلش معلش، هانت وانتظر الرب وفي الاخر هيتم الرجاء اكيد.
ندعوك عزيزي المشاهد لمتابعتنا في برنامج فاحصين الكتب ونحن ندرس أصفار العهد القديم. أصفار العهد القديم كانت مقسمة وقتما كان المسيح على الأرض لثلاث أقسام. أصفار موسى الخمسة كان اسمها التوراة، والنبيين، ثم الكتبين. وعندما صار المسيح مع تلمذي عمواس في يوم القيامة أرجعهم إلى كل أصفار العهد القديم مبتدئاً من موسى ومن جميع الأنبياء، يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. فشهادة يسوع هي روح النبوة.